السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنرسم مع بعض سلم. خلينا الأول نرسم فلور بالشكل دوت، ونفس الفلور في الدور الأول هاخده كوبي وهنزله في ليفل 2. طيب وأنا في ليفل 1 هاجي هنا هقوله إن أنا عايز أرسم ستير بكومبوننتس. خلينا نرسمه بالشكل الدائري اهوت. هو رسم لي السلم اهو بالشكل دوت. طبعا تقدر تعدل فيه تزود سلمة تنقص سلمة، مفيش مشكلة خالص. تكبر الويتس زي ما انت عايز. طيب لو احنا جينا على موضوع الريلينج دوت، هتلاقي ان انا عندي نوعين من الريلينج، ممكن تريد و سترينجر. تريد بيخلي الريلينج يكمل لحد السلم، سترينجر بيبقى مقطوع شوية. خلينا نشوفه. ده مثلا هنا اخترنا تريد، تعالى نشوف السلم في 3D. شديد، خلي بالك من شكل التريد. طيب لو انا قلت له لا اعمل ترافع، وانا عايز الريلينج لا هو سترينجر، وقلت له موافق، وتعالى نبص على شكل السلم، هتلاقي ان هو وصل لحد هنا اللي هو السبورت بالشكل ده. طبعا الريلينج تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز، يعني ممكن تمشي كده وتدخل في البروبرتيز وتقول له انا عايز اعدل. طيب ده هنا الريلينج الاستراكشر بتاعه، تقدر تضيف زي ما انت عايز. ممكن مثلا نقول له انسيرت ونديله مثلا ارتفاع مثلا 500، وهنا الريلينج ده البروفايل اللي انت تشتغل عليه، تقدر تختار اي واحد منهم تقول له ابلاي اوكي. ظهر هو في النص اهوت، هرفع خصوصية من تحت ايديت تايب، ونيجي هنا تقدر تزود زي ما انت عايز. الجزء اللي فوق دوت ده اللي هو التوب، تقدر تغير شكله مش موجود طبعا، مفيش حته صلبي اهوت. تقدر تختار الشكل اللي انت عايزه، تختار الهاي بتاع التوب. دلوقتي هدخل هنا واقول له يوز بلاستر بيلت ريد اون ستير بالشكل دوت، واقول له اوكي اوكي. فيبدا يكون هوم لي بالشكل دوت. فتقدر تعدل في السلم والستير زي ما انت عايز. ممكن السلم ده مثلا مش هو ده اللي انت عايزه، فتيجي تختار هنا مثلا كاستم بليس، فيبدا يعملها لي بالشكل اللي احنا متعودين عليه بالشكل دوت. او تعمل سيلكت وتقول له انا عايزها مثلا بريكاست بالشكل دوت.